انا عايز اقول لكم النهارده اننا بشر مش ملايكه. تصدقوا ان احنا نسينا ان احنا بشر، ونسينا ان احنا مش معصومين ومحدش فينا ما بيغلطش. كل الفرق بس ان احنا ربنا سترها معانا، ما اتفضحناش، ما تشالش عننا الغطا وعن اللي عملناه، ما اتكشفناش للناس وتعرينا. فياريت ما ياخدناش الغرور والعزه ونفضح خلق الله. احنا لينا رصيد من الستر بنحافظ عليه، وكل ما تستر انسان كل ما ربنا هيسترك. احنا كبشر عاملين زي خطوط الموبايل بنتشحن، كل الفرق ان الخط بيتشحن رصيد، اما احنا بنتشحن ستر. ربنا بيدي كل واحد رصيده من الستر، وطول ما احنا ماشيين في طريق الحياه بنستنزف منه. لو رصيد سترك له رسالة مسجلة، أكيد كان هيقولك إن رصيد أوشك على النفاز، حاول تحافظ على الباقي، حاول يبقى لك رصيد احتياطي، رصيد احتياطي للمواقف اللي تستاهل. ما تضيعش رصيدك في تفاهات، في سفه كان ممكن تستغنى عنه، وحافظ على رصيدك للوقت اللي يستاهله. ولازم تعرف كل ما هتستر إنسان كل ما ربنا هيسترك. حاول تغيره، تساعده، تستر عليه ممكن يتوب فعلا، أو حتى يرجع عن اللي بيعمله. طيب قولي هتستفاد إيه من الفضيحة؟ الإجابة ولا حاجة. يبقى مشاركتك في التغيير أهم بكتير من الفضيحة. لو أنت فعلا عايز تغير الناس وتحافظ عليهم، لو أنت فعلا همك على الناس وعايز تنقذهم من عذاب الدنيا والآخرة، يبقى لازم تشجعهم على التوبة وتساعد، متفضحش. الفضيحة مش شطارة ولا جدعنة، ولا المشاركة في ترندات التشهير كانت بطولة. وزي ما قلت قبل كده، احنا ماشيين بستر ربنا، والله كلنا مليانين عيوب وبلاوي. لو انكشف عنها الغطا هنتأذي نفسيا، حالنا هيتبدل، ومحدش عارف لو اتكسر ممكن يتحول لإيه. ممكن يتحول لإنسان يضر نفسه ويضر غيره، يضر كل اللي حواليه. إنسان محدش يتخيل ممكن يعمل إيه. يا جماعة حافظوا على رصيد ستركم، حافظوا على رصيد الناس، واعرفوا إن ربنا مطلع علينا كلنا، وإن مساعدتنا لغيرنا هي مفتاح الستر الحقيقي اللي بيزود رصيدنا، اللي يخلينا ما نتعراش قدام حد، ويخلينا نهرب من كل الناس حتى من نفسنا. استروا العيوب وبلاش تفضحوها، بلاش تتبعوها، لأن اللي بيتبع عورات الناس ربنا بيسلط عليه اللي يتتبعه، بيسلط عليه شيطانه اللي ممكن يخليه يتغير في جزء من الثانية. لأننا والله إحنا أضعف مما يكون. تعالوا نسمع الرسالة.